والله في فيلم عصمة أبو شنب ده تأليف خالد جلال وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج الحاج أحمد السبكي، بطولة ياسمين عبد العزيز ورجاء الجداوي ولطفي لبيب وبيومي فؤاد ومجموعة كبيرة أوي، ظافر العابدين. أنا بعمل فيها شخصية الضابط محي زميل الضابط عصمة اللي هي ياسمين، وبنطلع مأموريات بقى وبيبقى في مواقف كوميدية. إن شاء الله فيلم كوميدي اجتماعي هيعجب الناس أوي إن شاء الله. والله لسه مش عارفين، هبة رجل غراب، معرفش في مشاكل ولا في إيه. كلنا كممثلين فعلا متضررين من الوضع الحالي، في تراخي وفي تباطؤ كده شويه، يعني مش عارف الحقيقه التباطؤ منين، هل الموضوع طمع ولا ايه، مش عارفين. بس فان شاء الله نتمنى الخير قريب. راجل ست ستات وصلنا فيه لايه؟ وصلنا فيه ان انا ضيف لكل جزء الحمد لله، من اول الاجزاء لحد الجزء العاشر. السنه دي انا عملت مع الاستاذ اشرف ضيف شرف برده كالعاده، وانا مبسوط بالتجربه، ان اشرف عبقي ده خيره عليا وعلى ناس كتير قوي، مبسوط بالتعامل معاه، وسامح حسين طبعا وانتصار ومها بوعوف، يعني مجموعه بصراحه جميله ومسلسل جامد. ورجوع سامح كمان اضافه ليه، كمان ان هو عمل حاله كده حلوه في اللوكيشن تاني زي ما كنا في الاول.